غنات الدكتور عبد الله خليفة لتعلم اللغة الإنجليزية. إذا أعجبكم هذا الفيديو الرجاء الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعار ليصلك كل جديد. دكتور عبد الله. طلاب الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الدكتور عبد الله خليفة with you. دعونا مباشرة نبدأ هذه المحاضرة وهي تحمل لنا عنوان The Man on the Island، رجل على متن الجزيرة، Chapter 7 صفحة 31. After a few minutes، بعد دقائق قليلة، I turned and ran away and I had got away from the date man and the murder. هربت بعيدا من القاتل والمقتول، date man and the murder. murder هنا يعني القاتل. Then I stopped running. أوقفت الركض. Once again and I was afraid. كنت مرعوبا. I knew I was not alone. أنا لم أكن وحيدا. And there was someone else in the trees. كان هناك شخص ما وسط الأشجار. It was a man. إنه رجل. The strange man. رجل قريب. I had never seen. لم أراه قط في حياتي. I started at him. وبدأت أنظر إليه. The man came towards me slowly. أتى ذلك الرجل في اتجاهي ببطء. And he had a long white hair. وكان لديه شعر أبيض. هنا عزيز الطالب أوصى في هذا الرجل. And long beard. ولحية طويلة. His clothes were torn. وكانت ملابسه ممزقة. And ragged. ومجعدة. He wore a leather belt around his waist. كان يرتدي حزام جلدي. Belt. حزام. Around his waist. Who are you? I asked quietly. جيم قال ذلك. سألته من أنت؟ And I was ready to run away from the strange man. كنت مستعدا للركض بعيدا من هذا الرجل. I'm Bangan. The man replied. أنا السيد Bangan. إذن هنا شخصية جديدة مهمة جدا عزيز الطالب. And I haven't spoken to a man for 3 years. وأنا لم أتحدث إلى إنسان. وكلمة مان هنا بمعنى إنسان، لست رجلا، إنسان. For 3 years. لثلاثة أعوام. I was a marooned. أنا منفي. وكلمة marooned يعني منفي. Marooned. Left alone to die on this island. يترك وحيدا ليموت في هذه الجزيرة. I had heard that a pirate sometimes marooned the men on the island. كنت أسمع كثيرا أن القراصنة كانوا ينفون الرجال على متن هذه الجزيرة. عزيزي الطالب، إذا نظرت لهذه الصفحة الثانية هناك صورة هذا الحدث. الرجل القريب مع جيم كانا يتحدثان. You are still alive؟ تعجب جيم. وما زلت عايشا؟ I said. How have you managed to alive؟ كيف درت حياتك؟ أو managed أدرت حياتك حتى تظل عائشا. فلنرى إجابة هذا الرجل الغريب. I eat fruits and catch fish. كنت أكل الفاكهة وأقبض الأسماك. said Bangan. And every night I dream. وفي كل ليلة كنت أحلم. Of eating cheese. إنني أتناول الجبنة. But tell me, what's your name? ولكن أخبرني أنت يا صبي، ما اسمك؟ Jim, I said. And who's with you? ومن معك؟ No one, I replied. But I was with the man called Long John Silver short time ago. كنت مع سيد يسمى Long John Silver منذ وقت قليل. هنا تفاجأ هذا الرجل القريب Bangan. Long John Silver, said Bangan. I know Silver. أنا أعرف Silver جيدا. We were on the filling ship together. نحن كنا في سفينة السيد فلينت معا. فلينت buried his treasure on this island. دفن كنزه في هذه الجزيرة. Yes. Yes, I know. جيم قال ذلك. I said. They left me here.
وتركوني هنا. Who's left you here? I asked. جيمس سأله من الذي ترك هنا؟ Why did they left you? ولما تركوك؟ فلنرى إجابة هذا الرجل. Phelan's men left me here. رجال فيلن تركوني هنا. He said, after Phelan died, we come back to this island. Phelan's men wanted to find the treasure. رجال فيلن كانوا يودون أن يجدون الكنز. But and I said, I know where the treasure was. وكنت أقول أو أعلم أين الكنز. But I don't know. لكنني لا أعلم. I don't know. So they marry me here. ولذلك نفوني هنا. Ben Gunn's eyes were bright. عينيه كانت لامعتين and strong وقريبتين أيضا. He looked mad. وكان يبدو mad. وكلمة mad يعني مختل العقل أو مجنونا. Now, will you take me home? هل تأخذني إلى المنزل؟ بن غان قال ذلك. Ask بن غان. I'll make you rich. أنا سوف أجعلك غنيا. And I have got a boat. وتذكر عزيز الطالب عندما قال سوف أجعلك غنيا. بن غان يعني أنه لديه شيء ثمين. وقال أيضا I have got boat. أنا لدي boat. وكلمة boat تعني مركب. It is here. إنه هنا. I'll show you my boat. سوف أريك my boat قريبي. تذكر عزيز الطالب. So I looked toward to the place where Ben Gunn was pointing. جيم قال ذلك. نظرت إلى المكان الذي أشار إليه Ben Gunn اللي هو مكان البوت. The place where, but I did not go to the boat. ولكنني لم أذهب إلى البوت. Suddenly, وفجأة, there was a loud sound of the cannon shoot. كان هناك صوت مدفع كبير ضربا. And it was still 2 hours. وما زال هناك ساعتين before the sundown. This was not the captain's signal to return to the Hispaniola. هذه ليست إشارة السيد كابتن سمولت برحلة العودة إلى هسبانيولا عندما قال إنني سوف أطلق النار قبل القروب ب half an hour. Why was the cannon was firing? إذا لماذا هذا المدفع ضرب؟ Now there was another more. وكان هناك أيضا another more gunshot. جيم قال ذلك كان هناك أصوات مدافع. Another more shooting. The pirates have begun the fight. بدأوا القراصنة القتال. I said, and I ran back through the jungle towards the noise. جيم قال ذلك. وركضت بعيدا في اتجاه هذا الصوت. وكان هو صوت المدافع بعيدا من هذا الرجل. إذن طلاب العزاء كان هذا هو chapter 7 The Man on the Island. Thank you so much Dr. Abdullah.